مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. يمكن مش اول مره بستضيف نقيب صياده لبنان، لانه دكتور غسان الامير بكل دوره ينتخب فيها دائما يضيف شيء الى النقابه، فحبيت اليوم مع ملفات كثير عديده نفتحها سوا، لانه في حلول، في استراتيجيات، في امور عاله، في امور صارت ماشي، ولكن المواطن اللي بهمه انه هذا الدواء نحافظ على نوعيته، نحافظ على سعر يناسب الجميع، وبالتالي ضم لبنان متميز بموضوع تأمين الدواء لكل مريض. أهلا وسهلا فيك دكتور غسان الأمين. أهلا وسهلا فيك، وبدي تشكرك وتشكر المشاهدين، وبدي تشكر الام تي في بالأخص، يعني هالمنبر الإعلامي المميز، وتحية لكم كلكم ولبرنامجك الهادف كمان. شكرا دكتور. بدي بلش أول شيء هني الصيادلة بالسلامة، خصوصا يلي تعرضوا لسرقة، وبعرف هالفترة كتيرة، هل هو بهدف المال، هل هو بهدف مخدرات، انتو بتعرفوا دكتور، واخرها كان يمكن بالشياح، مش الله بتكون الخاتمة، بس شو هالموجة هيدي دكتور غسان؟ مش اول مرة على كل حال. نحن بحقيقة يعني مش اول مرة، ومش اول مرة بنعلي الصوت وبنحكي، وللأسف ما عم بيكون في تجاوب على مستوى الحدث. انت بتعرفي ستربيكا انه الصيدليات بتبيع دواء، وهالدواء انواع، وفي منهم مواد تخليقيه ومخدرات وللاعصاب، وهي الادويه ممنوعه تنصرف بدون وصفه طبيه. اللي بصير الصيدلي طبعا بيوقف بيقول ممنوع بدنا وصفه، ففي ناس بتتعرض للصيدليات لانه ما بيعطون هالادويه، وعدد كبير صار. فنحن عم نقول انه هالاماكن، هاي الصيدليات المفترض تكون تاخذ رعايه من وزاره الداخليه، من القوى الامنيه، ولو دوريات كل مده تضل، لانه بس يحسوا هالناس انه هيدي الصيدليات تحت المراقبه بتبطل هالتعديات على الصيادله. وما في كل صيدلي كمان حاطين كاميرايات بالصيادله، بس اخر في عمليه من العمليات عطلوا الكاميرا. أكيد. اي طبعا، فلذلك نحن هي النقطه مش بس هون، النقطه انه بلبنان المشكله انه لما يعني عم بيطولوا ليمسكوه، حتى لما عم يمسكوه للأسف عم بيفوتوا على الحبس، وبعد فترة قصيرة بيصير مداخلات وبيظهروا. هي المصيبة. دكتور غسان، هو المقصود المالي مقصود المخدرات، يعني الأدوية اللي فيها تخدير، وهي الخطورة. كل أدوية الأعصاب ما بتنعطى إلا بوصفة طبية، ممنوع. ونحن يعني بتعرفي عندنا جهاز تفتيش كتير قوي بالنقابة، وعم نضغط على الصيادلي ومنراقبهم، وما بيسترجوا يبيعوا دواء من دون وصفة، بس كمان من جهة تانية عم يتعرضوا لمشاكل. بما أنك حكيت عن التفتيش الصيدلي اللي اليوم كان له مهمات كتيرة، مع يد عاملة، مع صيادلي أجانب، مع مراقبة، مع التهريب، مع غيره، قديش اليوم ناشط على مساحة الوطن دكتور التفتيش؟ شوفي أنا بحب لك أنه تفتيش الصيدلي للأسف خسرته النقابة من 6 سنين تقريبا. نحن بلشنا بتفتيش الصيدلي، وحضرتك كنت مواكبة نشاطنا ببداية يعني بال 94 بالتسعينات، وتفتيش الصيدلي النقابي كان هو بالتنسيق مع وزارة الصحة. سكرنا الدكاكين والتعاونيات والأماكن الغير شرعية واللي مش مرخصة، والمستوصفات اللي تحولت اليوم لمراكز طبية، وهي برافو عليكي. فكل هذه الأمور ونظمنا المهنة. هلا باختصار يعني من 6 سنين الوزاره رجعت استردت التفتيش من النقابه لاسباب ما بدي فوت فيها. لما اجيت انا نقيب رجعت قعدت مع معالي الوزير، بلشنا مع الوزير حسباني، وللاسف لانه الوزير حسباني شهرين تغيرت الوزاره ما لحقنا، كملنا مع معالي الوزير جبا، ورجع اعطانا التفتيش بصلاحيات واسعه. نحن في عندنا تقريبا اكثر من 20 مفتش، هول اللي عاملين على الارض هلا يوميا. نحن عم ننزل على وجود الصيدلي بالصيدليه، لانه ضروري يكون ضروري، عم ننزل على اي دواء منه شرعي مهرب، لانه في ادويه تهريب عم تفوت على لبنان. كيف بتنعرف دكتور من هوليجرام؟ ايه دغري نحن بنعرفهم، يعني المريض كيف بده يعرف؟ يعني عم يجوا من عده دول، المريض ما بيعرفها. نحن عم ننزل، ففي مسح باستمرار. نحن يعني انا من لما وصلت لليوم من 6 اشهر عاملين 4446 محضر تفتيش بالصيدليات باستمرار. فهيدا ادى لانه انا باكد لك بالصيدليات ما في دواء تهريب ولا دواء مش مزبوط، ولكن للاسف في محلات عم تصرف دواء بلبنان مش الصيدليات. في شيء اسمه المستوصفات اللي هي عمل خيري ونحن معها، بس ضمن الشروط اللي حطيتها وزارة الصحة.
على هامش هالعمل المستوصفات ناس استفادوا وللأسف مدعومين من قوى نافذة بالبلد، فتحوا مستوصفات بالمئات، وهول المستوصفات بسموها مستوصف العمل الخيري، بس هن لا عم بيتاجروا بالدواء وعندهم دواء المهرب وعندهم كل صاروا الإدمية. معروفين دكتور غسان، كلهم معروفين. طب هيدي مسؤولية مين؟ طبعا مسؤولية وزارة الصحة، وأنا لأول مرة يعني عشان يكون أمين معالي وزير الصحة يوم الأحد الماضي كان عندنا اليوم الصيدلي اللبناني. نعم صحيح. لأول مرة بيقول علناً أنه بده ينزل تفتيش على كل المؤسسات هاي، واللي ما عنده الشروط القانونية بده يسكرهم. طبعاً هذا الشيء بيكون عمل عظيم إذا ترجم على الأرض، وهذه تعتبر اليوم إنذار لهال أكيد. اليوم بنعرف أنه إذا مش مستوصفات مراكز طبية صارت تحت إشراف وزارة الصحة، في إلزامية وجود ممرض أو ممرضة، في إلزامية وجود صيدلي كمان. كل شيء فيه صرف دواء مفروض يكون في الصيدلية أكيد. حتى بأنك ذكرت معالي الوزير دكتور جميل جبق اللي هو طبيب بالنتيجة. صحيح. وبيعرف الموضوع أكيد. ابن القطاع الطبي. مزبوط. اليوم في استراتيجية دوائية إذا من وضع الدكتور غسان كأنه كل يلي صار ما صار، يعني اليوم بدأ استراتيجية معينة. بعرف أنه أنتم عندكم حلول، طرحتوا حلول للفواتير الدوائية وخصوصا هون بين هلالين تخفيض الدواء مرتبط فيها. طيب هل الوزير اليوم وعدكم انه سوا؟ بنتابع الحلقة عنا مع نقيب الصيادلي في لبنان دكتور غسان الامين. دكتور حكينا عن الفواتير الدوائيه وحكينا انه في حل انتم طرحتوه، يعني فسرت لنا اذا بدك الموضوع، بدنا نحافظ على هالشيء. هذا الحل اللي طرحتوه شو هو؟ هو الحل بشغلتين. احنا اول شيء الحل انه الفاتورة الدوائية نحن الهدف الوطني تخفيضها. نعم. لما بدي يخفضها الواحد بدي يحط خطة استراتيجية، أول شيء تحافظ على قطاع الصيدلي، لأن قطاع الصيدلي مهم للمواطن، بدون صيدلي أمن الدوائي مفقود 100%. اثنين بدها تحافظ أنه يوصل سعر للمواطن يتناسب مع دخله. يبقى لنعمل هالشي بدنا نجي نشجع أول شيء تسجيل الجنريك بوزارة الصحة. اثنين نعطي حوافز للصيدلي ليعطي الجينريك، لانه بدل ما يعطي دواء حق 60,000 يعطي حق دواء 30,000 مثل ما عملوا باوروبا، وبنلاقي اوتوماتيك مو راحت الفاتوره نزلت. لانه هلا شو اللي صاير؟ اللي صار تربيكا الصيدلي ما له علاقه لا باستيراد الدواء ولا بتسعير الدواء. اللي صار بالتخفيض اللي عم بيصير على البراند والادويه بدون دراسه، في عدد من الصيدليات اللي هو كان اشتغل مثلا كذا سنه ونفرض صار بهالصيدلية الستوك عنده 50 مليون ليرة، نام فيه لقاهم 30 مليون ليرة. أو طيب شو ذنبه؟ ليش أنتوا روحتوه بالطريق وما حليتوا المشكلة؟ يضل الدواء غالي. لا، نحن بدنا الدواء يكون رخيص والصيدلي يساهم بتخفيض الفاتورة الدوائية وياخد أجره العلمي. مثل الوزير جبق شو كان موقفه من هذا؟ والله الوزير جبق نحن يعني شرحنا الموضوع لمعالي الوزير، ومعالي الوزير كتير متفهم لهالموضوع، وحتى أنا قعدت مع فريق عمل معالي الوزير كمان كتير متفهمين لهالموضوع، ووعد معالي الوزير جبق أنه عم يعملوا دراسة هني، وهذا شيء كتير حلو. يعني ليه الفرق اليوم دكتور بين الدواء بالجوار وبين هون؟ بقولوا مش هو براند هيك، صار كتير مفسرين الوزراء بس ما في ما أسألك السؤال. شو هو؟ قضيت أنه ليه مثلا دواء بلبنان حقه ما بعرف قدي بدول الجوار أرخص بكتير؟ لا، هلأ في دولتين هلأ نفرق بدول الجوار. نحن إذا بيك تقارني لبنان بالدول، يعني تركيا وسوريا، هلأ تركيا غير وضع، تركيا ومصر هول دوليين، وسوريا بقية الدول هي دول بتشبه لبنان. يعني قطر والبحرين والسعودية والأردن والإمارات، بس اللي بيصنعوا كمان. لا كلنا منصنع، لبنان كمان بيصنع، كمان لبنان بيصنع. هول الدول اقتصادها حر بيشبه نظامنا. نعم. وبالتالي لازم تقارن بهالدول. وبلبنان هلا بعض التخفيضات اللي صارت دواء بلبنان ارخص من كل هالدول. هاي اول نقطه. عشان الموضوع اللي عم تحكي عنه اللي هو بياخذ لغط مش عم يعرف يفسروه، بتركيا وبمصر وبسوريا. بسوريا لا، بسوريا عم بيصنعوا دواء وعاملين للاسف حمايه للدواء السوري، اذا دواء بيتصنع ما بيستوردوه، بس هي ادى الى انه النوعيه بسوريا مش
نوعية اللي كمان. لازم تنعطى، لأنه نعم. أنت لما بيكون في منافسة ما بيكون في نوعية. نعم. حتى معالي وزير الصحة السوري دكتور إياد شطي، أنا كنت روح لعنده كان يقول لي صرنا عم نبلش نسكر مصانع هلا لأنه فقدوا الكواليتي النوعية. هاي سوريا. بالنسبة لمصر وتركيا في شيء اسمه أندر لايسنس، بتيجي شركة عالمية تعمل دراسة لهالبلد 100 مليون نسمة، بتيجي بتقول لهم أنا بدي أعمل مصنع عندكم وبدي هالمصنع سوق يكون هالمئة مليون، بيقدموا أسعار رو ماتيريال بسعر معين، الدولة بتدعم وصناعة بتكون لقلب هالبلد بس. وحتى إذا بدك تيجي تستوردي هاي الأدوية لبرا بيمنعوك لأنه بيضرب اقتصاد البلد. دكتور غسان، لا نحن بنعمل نعملها بس ما فينا ننزل السعر مثلهم لأن نحن كلنا عددنا قليل. نعم. ولكن نحن قادرين بفرنسا وأمريكا وهالتجارب هاي أهم من هيدا بكتير. قادرين ننزل الفاتورة الدوائية وقادرين نحافظ على القطاع الصحي، نحافظ على الصيدلي ونحافظ على الطبيب وننزل الفاتورة الدوائية والناس تكون مرتاحة. قادرينها بكل سهولة بس بدها دراسة وبدها قرار. نعم. جريء. طبعا اليوم في عنا عدد لا بأس به من الخريجين، وبعرف هلأ مع كل آخر سنة قدام بتخرج جامعاتنا، ومش أول مرة تطلق النقابة ناقوس الخطر أنه ما بقى في سوق العمل، يعني صار فائض إذا بدي أقوله اليوم. طيب اليوم كيف ممكن الصيدلي يتطور أكثر؟ مثلا ذكرت أنه اليوم في اختصاصات جديدة بالصيدلي. صحيح. إذا مش قادر يفتح صيدلي أو لأنه بعد في مسافة إلى ما هنالك، هالتخمة هاي الموجودة، شو البدائل، شو الحلول، شو بدي أنطلق من شغل. نحن عملنا يوم الصيدلي اللبناني يوم الأحد كانت تحت عنوان دور الصيدلي بتخفيض الفاتورة الدوائية. نعم. للعالم يفهم كله أنه نحن معنيين بهالموضوع. نعم. اليوم عاملين مؤتمر الصيدلي بأكتوبر تحت عندوين الكواليتي، الكواليتي بكل القطاعات. نعم. ومن ضمنها بيدخل موضوع الحد من عدد الخريجين. نعم. لأنه نحن بلين صار عندنا تخمة كبيرة، عندنا خمس أضعاف، عندنا خمس أضعاف العدد المطلوب. لذلك لما نحن بنجي في نوعين من الدول، في بأوروبا متبعين نظام بيعملوا كونكور امتحان بيقولوا بدنا هالعدد، واللي بينجحوا أعلى ناس بيجيبوا لهالعدد بياخدون. بدول مثل سوريا ومصر والعراق لا، بيقولوا بدنا من البكالوريا اللي بيجيب 90% مثلا بالبكالوريا بياخدوا. نحن قدمنا مشروع قانون هلا مرق بلجنة التربية ولجنة الصحة النيابية، بيقول الطالب ليعمل صيدل اللي تكون جايب 14/20 بالبكالوريا، 14/20، واللي بيجيبوا 14/20 كمان بيخضعوا لامتحان جدارة بسموه. نفرض نحن مع وزارة التربية بنقول بدنا 400 صيدلي بالسنة، أول 400 بيتاخدوا، هيك بيكونوا في كفاءة. طبعا نتمنى أنه هالمشروع يمرق بالجمعية العمومية، وعلى فكرة نحن عملنا زيارة لدوت الرئيس نبيه بري وحكيناه بالمشروع وكان كتير مؤيد له، وحتى استدرك وقال والله ما قالوا لكم ستة مكرر أو هالقصص هاي، كان كتير داعم. نتمنى انه الموضوع يعني يوصل لخواتيمه لانه كل النقابات المهنيه الحره حتلحقنا. ماذا عن الاتجاه الى الابحاث او الى الكلينيكال؟ هيدا طبعا بشجع اللي النقابه عم تعمله هلا، اللي هو تسجيل اختصاصات لمهنه الصيدلي. وهذا المشروع اللي قدمناه للكلينيكال فارماسي، للاسف بامريكا من 30 سنه هذا الاختصاص موجود، مأخرين. بدول الخليج من 10 سنين مطبقينه، ونحن اليوم عم نعمل له قانون. شو بيقول؟ هيدا بيقول انه بكل مستشفى من ضمن الفريق الطبي اللي بيبرم على الفلورز على المرضى بيكون في صيدلي عنده اختصاص كلينيكال. الكلينيكال اللي هو بيتابع الصيدلي الدواء من اول ما بياخده المريض على مدى مده العلاج مع مضاعفاته تاثيراته نتائجه لا يخلص، ومن ضمن الفريق الطبي بيقدم هالريبورتس، وهالريبورتس بتساعد المستشفى على تخفيض الفاتوره الدوائيه لإلها، لانه الصيدلي بيقدر يقدم البديل كمان الادويه اللي لها نفس المفعول وبراقبها من الاول للاخر. يعني هذا حل، هيدا توجه جديد اذا بدنا نقول جديد. لانه بالصيدلي كمان في ابحاث ادويه، يعني الصيدلي مش بس بيوصف دواء. صحيح. كمان صحيح. دكتور البرنامج هو الحل عندنا، يعني اليوم في حلول ولكن على هالحلول ان نطبقها وبجديه. بس بقدر طمن بالاخر انه الدواء في لبنان امن 100%، ما عدا الدواء اللي عم يبيع بالاماكن اللي هي عم تتاجر بالدواء وراح توقفوها. هي مع معالي الوزير ان شاء الله حنقدر نوقفها ان شاء الله. انا بشكر حضورك معنا اليوم
وبدي أتمنى لك توفيق بسفرتك لربك تحضر مؤتمر باسم لبنان بأمستردام. يعني أكيد نحن نتمنى لك التوفيق دكتور غسان الأمين، وباقيين أكيد أي شيء يعني المواطن والمريض نحن ما رح نوفرك. وأنا بدي تشكرك وتشكر هالبرنامج العظيم هيدا. شكرا. واللي هو عن جد عم بيضيف دائما كل يوم وعم بيساعد بالحلول. شكرا. الله يخليك. شكرا دكتور غسان الأمين. طبعا بعطيكم موعد بكرة دائما عبر الـ MTV. الحل عنا، إلى اللقاء.